السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد. سنتحدث اليوم إن شاء الله عن الميزان الصرفي. تحدثنا في الدرس السابق عن الفعل المجرد والفعل المزيد. سنتحدث اليوم إن شاء الله عن الميزان الصرفي. علماء الصرف يا شباب وضعوا نظاما لضبط بنية الكلمة. علماء الصرف وضعوا ميزانا لضبط بنية الكلمة. ما الهدف من وضع هذا الميزان؟ معرفة الزائد والأصلي والمحذوف من الحروف. معرفة الزائد والأصلي والمحذوف من الحروف. اختار العلماء ثلاثة أحرف لوزن الكلمات، هم الفاء والعين واللام. الفاء والعين واللام. وضعوا ميزانا للفعل المجرد الثلاثي، ألا وهو فعلا. ألا وهو فعلا. الحرف الأول يسمى فاء الكلمة، والحرف الثاني يسمى عين الكلمة، والحرف الثالث يسمى لام الكلمة. مرة أخرى يا شباب، اختار علماء الصرف ثلاث أحرف أو ثلاثة أحرف لوزن الكلمات، هي الفاء والعين واللام، ووضعوا ميزانا للمجرد الثلاثي. الحرف الأول يسمى فاء الكلمة، والحرف الثاني يسمى عين الكلمة، والحرف الثالث يسمى لام الكلمة. إذن فالوزن فعلا، وزن المجرد الثلاثي فعلا. ووضعوا ميزانا أيضا يا شباب للمجرد الرباعي بزيادة لام على أصل فعلا. ما معنى تلك الكلمة؟ وضعوا ميزان للمجرد الرباعي بزيادة لام على فعلا، فأصبح الوزن فعلالا. يبقى أشرنا يا شباب إلى أن المجرد الثلاثي وزنه فعلا، أما الرباعي فوزنه فعلالا. سنعرف من خلال الأمثلة كيفية وزن الكلمات. السؤال يأتي في الامتحان يا شباب، سؤال مهم جدا يأتي في الامتحان. زن الكلمات الآتية. زن الكلمات الآتية. زن الكلمات الآتية. لو نظرنا إلى الفعل زلزلة، ما نوعه؟ هل هو فعل مجرد ثلاثي أم رباعي؟ أحسنت يا محمد. محمد قال أنه فعل مجرد رباعي، إذن فوزنه فعلالا. عند مقابلة أصول الكلمة بهذا الوزن، الزاي مقابلها فاء، واللام مقابلها عين، والزاي مقابلها لام، واللام مقابلها لام. أحسنتم، أنتم منتبهون معي. الفعل الآخر أخذ عدد حروفه ثلاثة، فإذن هو فعل ثلاثي وزنه فعالا. وزنه فعالا. ننتقل إلى الفعل أهمل. الفعل أهمل عدد حروفه أربعة. أهمل وزنه أفعالا. أهمل وزنه أفعالا. الفعل حسن أصله حسن. طيب ننظر إلى هذا الفعل حسن وزنه فعلا. ننتبه شباب أعزائي الطلاب إلى التشكيل، لابد أن نقوم بوضع التشكيل بالنسبة للحرف المضاعف. حسن فعلا، الحاء مقابلها فاء، والسين المشددة مقابلها عين، والنون مقابلها لام. سؤال بسيط جدا، الفعل حسن مجرد أم مزيد؟ أحسنت يا مازن، أسمعك تقول أنه فعل مزيد، لكن أين الزيادة يا مازن؟ التضعيف. أحسنت، التضعيف في الفعل حسنا، تضعيف السين هو الزيادة. ننتقل إلى جزئية أخرى، قد يحذف أحد أصول الكلمة، قد يحذف أحد أصول الكلمة مثل الفعل كل. عند الوزن
ماذا نقول؟ وزنه فل. كيف حدث ذلك؟ سنتحدث بالتفصيل وببساطة جدا، لكن لا تخافون، تلك كلمة بسيطة. كل مكونة من حرفين، لمعرفة أصلها نعود لمعرفة أصل الفعل نعود به إلى الفعل الماضي. كل الماضي قال، حذف أصل من أصول الكلمة وهو حرف الألف، وهو حرف الألف. طالما حذف الألف يحذف في أصل الوزن، فوزنها فل. لو قمنا بوزن قال، من منكم يقول وزن قال؟ أحسنت يا أحمد، أحمد قال لي أن قال وزنها فعلا. طب ما الذي حذف يا أحمد؟ ألف الكلمة التي كان يقابلها عين، التي كان يقابلها إيه؟ عين. شكرا لحسن استماعكم، ألقاكم في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم متفوقين.